بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب بين الحقيقة. شاهدتم في الحلقة السابقة كل داعي يتكلم بمشروعه، فحصل خير عظيم لا يعلمه إلا الله. تواصل الناس مع الدعاء، تحققت كثير من المشاريع ولله الحمد على مستوى الأمة. أنا قاعد أقول والعبرة، من أخبر هذه الورقاء الحمامة أن مكانك هو مكان العدالة الإنسانية والرحمة الإلهية وأنك أعدل من خلق الله؟ من أخبر الورقاء، من أخبر الحمامة يا ترى أنك العادل؟ من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائفين؟ إلا أن العلم الآن يعرض علينا عرضا مجردا من التوحيد ومن الروح منزوع الدسم والبركة. بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب خير الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الحقيقة في عام 97 بدأنا بتحضير الموسوعة الإسلامية التي هي دروس ألقيتها في 40 عام، فيها 250,000 صفحة، هذا عام 97، بتضم مختلف علوم إسلامية على مدار 40 عام، فيها 1000 خطبة جمعة، 500 محاضرة في العقيدة الإسلامية وأسماء الله الحسنى والإيمان باليوم الآخر، 2000 محاضرة في تفسير القرآن الكريم بكامله، تم معي 35 سنة تفسير، 600 محاضرة في شرح الحديث الشريف، 700 محاضرة في التربية الإسلامية وتربية الأولاد في الإسلام والفوائد وسبل الوصول وعلامات القبول، هاي مدارج السالكين لابن القيم، وعن 1000 محاضرة مرئية صورة وصوت، بالإضافة إلى مختلف المحاضرات في بقية العلوم الإسلامية، وملفات الصوت لهذه المحاضرات بالجودة العالية، يعني كواليتي عالي، ممكن أي إذاعة بالعالم تأخذ الملف وتبثه، في له جودة خاصة، اللي يؤخذ للإذاعة له جودة خاصة، ففي نوعية إذاعية. الشيء الدقيق إنه هذا الموقع كله نصي، كل هذه المحاضرات أفرغت على شكل نصوص هي للدعاة، فالداعي ما في يأخذ صوت، بده يأخذ نص جاهز، ممكن يعدله هو، يضيف يحذف، بده نص، لكن موقعي نصي هي أهم شيء. طبعا النصوص مدققة، الأحاديث مخرجة، موضوعة بشكل فقرات، يعني في جهد كبير جدا داخل بعد التفريغ. بعدين الآن عملنا صور توضيحية وهي ضاعفت الإقبال على الموقع، صور ملونة عن كل فقرة بتناسب الموضوع. بعدين عملنا موقع باللغة العربية، هذا معروف، مع خدمات كاملة، رسائل دورية من الموقع كل أسبوعين، وإرسال 3 رسائل أسبوعيا فيها مقتطفات من محاضرات هذه الحكم، تجي آليا للمشترك، بس بيقدم اشتراكه بتجي الرسائل كل أسبوع. بعدين في عنا 4 مواقع جديدة باللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية، والآن وهلأ باللغة الروسية، وبعدها باللغة التركية إن شاء الله. زوار الموقع اليومي؟ اليومي 1,000,000 زائر، من حوالي أسبوعين اللي بينسحب منه باليوم 2,200,000 ملف تفاعل يوميا. نعم طبعا من أليكسا مأخوذ الإحصاءات هي. طيب شيخ محمد، هذا الموقع الحمد لله، نعم، اعطينا المشروع الثاني.
هذا الموقع. طيب الثاني العبد الفقير، أنا عشت ببلدي الطيب سنوات مديدة، كان التعليم الشرعي ضعيف جدا. السبب هالأب يبعث ابنه على العلمي، ما صح له أدبي، ما صح له زراعة، ما صح له صناعة، ما صح له ولا بمكان شرعي. عمليا طلاب الشرعي ضعاف، ضعاف في إمكاناتهم، ضعف شديد. فأنا النقطة ألمتني كثيرا خلال حياتي التدريسية. عملت شيء ثاني، عملنا الثانوية هي الأولى بالقطر، الثانوية يعني أحدث بناء، أحدث تقنية، أحدث أساس، والمدرس بيأخذ 5 أضعاف غيره حتى يكون نختار أفضل المدرسين، والصف 25 طالب، بالتعليم 40 أو 50. هذا الشيء جعل وسايط كل سنة حتى نقبل الطلاب بالواسطة، بالواسطة والله نأخذ الأوائل. قسم كبير علامات تامة أخذين بالكفاءة، قسم علامات تامة، يعني أخذت أذكياء دمشق للتعليم الشرعي في راتب، لأنه في خدمات عالية جدا. راتب للطالب، للطالب راتب، ولكن ليس راتب الدراسة بالمبلغ، لا أعوذ بالله، مجانا والله. الدراسة مقابلة، مقابلة أخذنا المتفوقين. اعطيني المنهج والرؤية اللي عندك للمنهج. المنهج برنامج التعليم الشرعي الرسمي، يعني صاحب الشهادة بيدخل جامعة، بيدخل كلية شريعة، من حوالي سنة اختاروا معهدي مع معهد تاني يخرج علمي لأول مرة، تعليم شرعي في فرع علمي، بيطلع من عندي على الطب رأسا، يعني عنده طموح كبير يكون ابنه طبيب أعلى فرع عنا، فيدخل الثانوية تبعي بيطلع منا على الطب رأسا. هذا هي الثانوية، هي الحقيقة أمل حياتي، أنا عم أدلها من 25 سنة والله. بس كأنك سويت فلسفة معينة في المنهج، في المخرجات. لا، نحن عندنا أولا منهج الأوقاف من أعلى مناهج ومألفينه كبار علماء، هي يعني تقويم دقيق. عندنا منهج شرعي 7، 8، 9، 10، 11 بكالوريا، منهج الأوقاف. هالمنهج هذا مألفينه كبار العلماء وما له أي علاقة بالوضع العام، هذا معتمده أنا طبعا. وطبعا في إضافات، في توضيحات، في نشاطات كبيرة جدا. هي الثانوية الحقيقة حلم حياتي كله بهالثانوية، وهي إن شاء الله لتخريج دعاة إلى الله، مو موضوع واحد معه ثانوية شرعية. موعودين ندخل للجامعة رأسا منه من دون أي علاقة تانية، وفي مشروع نعمل كلية شريعة تابعة للموقع تبعي. الله يبارك لك. نعم. الله يبارك لك. الموقع مع التشغيل، انت عندك تقريبا 20 موظف سمعته، ايش يكلف الموقع والله الموقع هو الاخ محاسب انت احكي تقريبا سيدي عندنا شهريا $30,000 رسوم اجور ريسيفر طبعا، لانه انت اخذ في دخول عالي جدا. عندنا 5 ريسيفرات، السيرفر سيدي عليه دخول كبير جدا، فما بنستطيع احنا الا يكون يعني عندنا. نعم. تقريبا هلا 8 سيرفرات. نعم هذول كلهم. نعم سيدي. وش الايرادات وش العجز وش كيف سيدي الايرادات اللي لكم؟ يعني تقريبا يعني بفضل الله تقريبا نصف المبلغ حاليا بسبب الوضع، ما كان مغطى يعني سبحان الله. بس وطبعا هالمشاريع الجديده اللي ذكرها الدكتور جزاه الله خير، الموقع باللغه الروسيه واللغات الاخرى، طبعا هذا كله بكلف مترجمين واجور، يعني احتياج تقريبي تقريبا $20,000 شهري. نعم. الله يبارك لكم. الله يبارك لك يا شيخ محمد، هنيئا لكم. الشيخ سليمان. الحمد لله والصلاه والسلام. حقيقه المشاريع متحركه ما هي ثابته، يعني بديت مشروع الحج من قبل 8 أو 10 سنوات، وهو تحجيج الوافدين الذين لا يستطيعون الحج، أي جالية غير سعودية، مصري، سوري، بنغالي، هندي، يمني، أحرص على تحجيجهم. طبعا بعد أن يأتون المسجد ويقسمون قسم مغلظ أن هذه فريضة الإسلام، ويأتون برقة من الحي اللي هم ساكنين فيه، ولا تكفل بحجة. بديت طبعا الحمد لله ب6 باصات، وانتهيت قبل العام 66 باص. ما شاء الله. كلفت الحملة 6,250,000. طبعا نضطر نجمعها من بعد رمضان، من أول ذو القعدة إلى آخر ذو الحج، يعني خلال شهر ونص لازم نجمع هالمبلغ. فالشاهد أنه قال لي الدكتور خالد غير من الإداريين، أحسن شيء أبو عبد العزيز بدل ما تكلم مثلا، يعني أنت من ضمن اللي أكلمهم يمكن كل سنة،
خلاص يجعل لك وقفة وتتبرع سيدات الأعمال أو رجال الأعمال بوقف ويكون ريع لهذا الحج. وأما العمرة فطول السنة، العمرة تستمر من رمضان إلى شوال، يمكن طلع فوق 400 باص الحمد لله عمرة من مناطق قصيم، وكل هذه تحتاج حقيقة وقف. وأنا أسأل الله أن يأتي، يعني لو يجي أحد مثلا يشتري تصريح مثلا، شيخ هذا القرني عنده تصريح حج مثلا، فيشتري من الشيخ عايد مثلا بأربع ملايين، أن التصريح تلفون، أنا وزارة الحج لا تطلع، ما تطلع تصريح مستحيل، لكن تستطيع أن تشتري التصريح. فلو جاء رجل أعمال ولا سيدة أعمال شرى التصريح لنا مثلا بخمس ملايين ست ملايين، خلاص استمر هذا أجرها لها ولمن يحج ولمن يأتي إلى يوم القيامة. هذا المشروع الأول. أما المشروع الثاني اتصل على أحد التجار الكبار في المملكة هو وما أدري أذكر اسمه، يمكن ما يسمح، فقال لي ودي أفتح معهد مصغر أو أكاديمية، وهو من الناس الذين يهتمون بالسياحة داخل المملكة وبالأماكن الترفيهية، فوش رأيك أبدأ إذا بحطك رئيس معهد رئيس مجلس الإدارة؟ كل شيء المعهد قال معهد تعليم فن الابتسامة والضحك. هذا مشروع. اي والله، ونبغى اكاديميه مصغره يا ابو عبد العزيز، يعني خرج استمانج بيلان 1 2 3 4 5. ايوه، قلت والله انا عقلي لست اداريا هذا اولا، فالشاهد قلت انا ما اقدر ولست، لكن سوي لك المعهد وحط عضو كاداره في عضو من مجلس الاداره ما عندي مانع. وفعلا هي يعني من قالها لي لمعت حقيقه وقدحت في ذهني، فلو رزقنا الله احد ان شاء الله من هالتجار الكبار يسوي لك دام الى كم المكان الاكاديميه ان شاء الله للضحك والابتسامه. ممتاز، جزاك الله خير. الله يكرمك ويسعدك ويبارك فيك. شيخنا الشيخ عاد تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من بركات الله وتوفيقه أنه بعد العام الماضي في سواعد الإخاء الأول رقم 1 انطلق الحمد لله بشركة أخذنا لها فسح طبعا وبدأت تعمل، اسمها شركة المحتوى العربي، رأسها الأستاذ عبد الرحمن بن حمود القرني وابني عبد الله طبعا وبعض الشركاء من رجال الأعمال. هي تشمل الأعمال التي فيها تويتر والفيسبوك، التواصل الاجتماعي، البرامج التلفزيونية، الاتصالات، الكتب، المطبوعات، الكتاب الإلكتروني، النشاطات واللقاءات العامة والدعوة عموما. لكن مشروعي هذه السنة بإذن الواحد الأحد قد أشار عليه قبل سنتين أو ثلاثة الدكتور محمد الهاشمي، وهو التفسير العالمي العصري، يقوم على أن نقدم القرآن. كل القرآن مهما فسره مفسر له يعني له طرق وله أساليب وكل له أسلوب، أن يكون تفسيرا وعظيا أدبيا إيمانيا. وحتى كلمني بعض الأخوة من المشايخ قالوا اجعل ما بقي كان إذا بارك الله في العمر أن تقدم القرآن تقديما سهلا ميسرا. فبإذن الواحد الأحد كنت تراودني الفكرة كثيرا، ثم لقيت أبا معاذ الدكتور محمد السيد من اسطنبول إلى هنا، كان جعلها ربي جلسة مباركة يمكن أكثر يمكن 3 ساعات، وفاتحته في التفسير فوجدت عنده الحمد لله ما عندي، ووضع يده في يدي ووضعت يدي في يده، إن شاء الله ننطلق بتفسير القرآن بالمحاضرات طبعا تلفزيوني، وأجعل محاضراتي في الدول الآن كلها تفسير. يعني مثلا أذهب إلى مدن المملكة، الرياض، جدة، أبها، حائل، تبوك، أن تكون هي المحاضرات تفسير مسلسل. أذهب إلى الأردن، الجزائر، تونس، المغرب، الخليج العربي، مصر، فتكون هذه. فأنا بإذن الواحد الأحد طبعا نحتاج إلى أن وقف للمشروع، لأنه طبعا عمل تلفزيوني وفريق ينتقل، مثلا فريق ينتقل مثلا الدكتور محمد يذهبنا إلى الأردن، بدل المحاضرات التي في الجامعات تكون هي التفسير، نأخذ مثلا سورة النجم ونوزعها 5 محاضرات أو أكثر، الجزائر تكون محاضرات من التفسير وهكذا. ثم يخرج من إن شاء الله موسوعة كتب وكتاب إلكتروني، سيديهات، كتيبات، أجزاء بإذن الواحد الأحد. وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المشروع. آمين. وبشركم أن اتفقت مع الدكتور محمد السيد أن يكون عندنا طاقم في التحضير، المحتوى يكون جاهز. جزاك الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك. بالشوق نفتح كل باب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان أي إنسان على وجه الأرض يحب الكمال والجمال والنوال، النوال العطاء،
والله عز وجل يقول: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. أي إذا كان الجمال درجات، قوة الجمال عند الله، والنوال درجات، أعظم نوال عند الله، والكمال درجات، أعظم كمال عند الله. فلذلك ولو يرى الذين ظلموا يوم القيامة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، يعني هم من أجل الجمال عصوا ربهم، من أجل المال عصوا. لو يعلم هؤلاء أن كل طموحاتهم تتحقق في الدين. لذلك قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. إذن ما في بالدين حرمان، في تصعيد، في توجيه. لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل يقول أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. هذه الآية على إيجازها كأن الله عز وجل يبين لعباده: يا عبادي، بيني وبينكم كلمتان، منكم الصدق ومني العدل، تتفاوتون عندي بصدقكم ومني العدل وأنا أعدل بينكم. هذه حقائق مسلم بها في هذا الدين العظيم. فلذلك الإنسان، أي إنسان على وجه الأرض حريص على سلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده، لأنه أعقد آلة في الكون، أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. لذلك الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. فلذلك الإنسان عقل يدرك، يغذى العقل بالعلم، العقل غذاء العلم، وقلب يحب ويغذى القلب بالحب، وجسم يتحرك يغذى الجسم بالطعام والشراب. فإذا غذى الإنسان عقله بالعلم وقلبه بالحب وجسمه بالطعام والشراب تفوق، فإذا اكتفى بواحدة تطرف، والفرق كبير بين التفوق وبين التطرف. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول في آية واحدة تكاد تنفرد هذه الآية، خاطب عقل الإنسان وقلبه معا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، خاطب قلبه، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أيها الإخوة الكرام، فنحن إذن حينما نوقن أن كل طموحاتنا وكل أهدافنا تتحقق في أعلى درجة في الدين، لذلك الآية الكريمة: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف عند علماء الأصول: الذي يتبع هواه، هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. وكأن الله سبحانه وتعالى حينما أودع فينا الشهوات ما أودعها فينا إلا لنرقى إلى رب الأرض والسماوات، لكن صابرين وشاكرين. إن أخذت الشهوات وفق منهج الله وفي الحدود التي سمح الله بها ترقى إلى الله صابرا، فإذا استعملتها وفق ما أراد الله ترقى إلى الله شاكرا. فالإنسان بين الشكر والصبر، والإيمان نصف صبر ونصف شكر. فحينما تأخذ من الدنيا ما سمح الله لك به، وحينما تدع ما لم يسمح لك به، تكون قد حققت أمر الله عز وجل. لذلك أي إنسان على وجه الأرض كائنا من كان حريص على سلامته. السلام الآن، أنت أعقد آلة بالكون، ولهذه الآلة صانع حكيم. هذا الصانع له تعليمات، أنت حينما تطبق تعليمات الصانع تكسب سلامتك. آلة بالغة التعقيد لك صانع عظيم، وحينما تتقرب إليه تسعد. فأنت حريص على السلامة والسعادة، السلامة بالاستقامة،
والسعادة بالعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، والاستمرار، الاستمرار بتربية أولادك. وكنت أقول دائما لو بلغت أعلى منصب في الأرض وجمعت أكبر ثروة فيها ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. فلذلك بالاستقامة تحقق السلامة، وبالعمل الصالح تحقق السعادة، وبتربية أولادك تحقق الاستمرار. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويلهمنا الصواب، والحمد لله رب العالمين. بالشوق نفتح كل باب. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلعي أطويه يا قدس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلعي أطويه يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما غالني يا سوء. لقد أفقت وبي للثأر دمدمة، على صداها أفاق العزم والباس. وليس غير دماء القلب أبذلها لتغسل العار عن جنبيك يا قدس. قد آن لليل أن تطوى غلائله، وفوق خضر الروابي تشرق الشمس. كثير طمعا ونرضى باليسير رسموا لنا الفيض. تشاهدون في الحلقة القادمة المشروع الثاني، ألا وهو ينطلق من سؤال: أنت وين مؤلفاتك يا محمد العوضي؟ ليش ما تطلع لك كتيب جيد في الكلام هذا الذي تقوله؟ رسالتك الماجستير لماذا لم تطبع وهي تخصصية نوعية؟ المشروع باختصار أن تعالي محمد على ما يقولون اجمع ذاتك. إن هذه الموجة التي يعني تحاول أن تزعزع في نفوس المسلمين التوحيد والعقيدة، هي تأتي الحقيقة اليوم في أساليب في غاية الذكاء والدهاء، تأتي في الأفلام السينمائية التي ينفق عليها الملايين. فالتوافق التام بين مبادئ العقل وخصائص الكون هو الطريق الوحيد إلى الإيمان. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام